في عيد الفصح المجيد قام السيد الرئيس بشار الأسد صباح اليوم بزيارة إلى بلدة معلولة بريف دمشق، تمنى خلالها فصحا مباركا لجميع السوريين. وتفقد الرئيس الأسد ديرمار سركيس وباخوس، حيث اطلع على آثار التخريب والتدمير التي لحقت بالدير على يد المجموعات الإرهابية. أكد السيد الرئيس أن أفعال تلك المجموعات تدل على هويتها وهوية داعميها، وتعطي صورة واضحة عن مدى وحشيتها، خاصة وأنها استهدفت البشر والحجر في آن معا. وفي فندق سفير معلولة الذي كانت المجموعات الإرهابية قد استولت عليه وحولته إلى مقر لتحركاتها ومنطلق لإجرامها ضد أهالي البلدة، التقى الرئيس الأسد مجموعة من عناصر الجيش السوري والدفاع الوطني، وحيى من خلالهم جهود كل من هب لمواجهة الإرهابيين والدفاع عن وطنه. وأشار إلى أن صمود سوريا والنجاحات التي تحققها القوات المسلحة الباسلة في إعادة الأمن والاستقرار إلى بلدات وقرى كان الإرهابيون قد استباحوها لفترة من الزمن لم تكن لتتم لولا حالة التلاحم بين أبناء الوطن من مدنيين وعسكريين ووقوف الشعب إلى جانب الجيش. حقيقة الإنجازات هي بالعصر الحديث بتحصل، ما في شعب بالعالم، ما بدي أقول جيش، لا يوجد شعب في العالم واجه اللي عم تواجهه سوريا اليوم. وطبعا تكاتفكم كمواطنين وكعسكريين في الدفاع عن البلد هو اللي حقق هالانتصارات وهالانجازات اللي تمت، راح تتسجل بالتاريخ العسكري اولا والسياسي ثانيا. فلذلك نحن نقول مبروك، فهي فعلا مبروك لسوريا، ولو انه المعركة طويلة بنكون دائما مستعدين لمواجهة الارهابيين. صمودكم، الصمود اللي شفناه من قبل القوات المسلحة وكل من وقف معها، طبعا في دفاع وطني وفي ناس اخرين مو تحت تسمية الدفاع الوطني مسكوا البندقية وقاتلوا في اماكن مختلفة، صمودكم هو اللي كان اساس صمود سوريا 3 سنوات وصمود الشعب السوري. وطبعا بنفس الوقت احتضان الشعب السوري لإلكم وللقوات المسلحة هو كان ايضا عامل اساسي بانكم انتم صمت. فلذلك هالصمود بدنا اياه يستمر، كلنا كسوريين، كلنا مع بعض نبقى مستمرين بهالصمود، ونحن مع بعضنا سوا بدنا نرجع الامان لسوريا، ما حدا غيرنا بيرجع الامان، نحن وانتم وكل مواطن سوري شريف بدنا نرجع الامان، والارهاب بدنا نهزمه وبدنا نضربه بايدنا الحديد، وسوريا بدنا نرجعها مثل ما كانت. Bye.
وبعد مروره بالفج الشرقي جال الرئيس الأسد في دير مرتقلة الذي تعرض بدوره لعمليات تخريب متعمدة من قبل الإرهابيين، وشدد سيادته على أن التاريخ الإنساني والحضاري لسوريا لا يمكن لأحد أن يمحوه مهما بلغ إرهابه. وأضاف أن معلولة ستبقى مع غيرها من المعالم الإنسانية صامدة في وجه همجية وظلامية كل من يستهدف الوطن، وستبقى دليلا على حضارة السوريين فيما سيسجل التاريخ أن ما تعرضت له هذه البلدة ومناطق تاريخية أخرى من سوريا ما هو إلا دليل على فكر المعتدين التكفيري الظلامي. وفي طريق العودة وأثناء مروره بعين التين تجمع عدد من أهالي القرية حول سيادته وأكدوا وقوفهم إلى جانب الوطن فيما يتعرض له، فيما حيى الرئيس الأسد الدفاع الوطني في القرية الذي وقف مع القوات المسلحة رديفا لها ومدافعا عن قريته وجوارها، مؤكدا أن أهالي قرية عين التين وموقفهم المشرف في الدفاع عن قريتهم والقرى المجاورة يعطي صورة مصغرة عن المجتمع السوري الذي إذا ما اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء، هذا المجتمع الذي لم يستطع الإرهابيون دب الفرقة بين مكوناته على الرغم من كثرة محاولاتهم. وقرية عين التين مثال من أمثلة كثيرة عن ذلك عندما هبت للدفاع عن معلولة. كل الأحوال معركة يمكن تكون طويلة ونحن ما بنخاف، هي سوريا كل حياتها هيك، جاها غزو جاها إرهاب وجاها زلازل وعمرناها، لذلك نحن طالما أنه نحن مع بعضنا كشباب وكرجال وكشيوخ وكنساء البلد من عمرها، قد ما هدموها من عمرها، سوا بنبنيها وسوا بنحميها وسوا بنرجعها أحلى وبنرجعها أحسن بوجود الله وسوا بنرجع الأمان لسوريا كمان.